مشاهدينا، تعد التمارين الرياضية أساس الحصول على جسم صحي والوقاية من الأمراض كذلك، وعيش نمط حياة صحية، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون التمارين الرياضية سببا في تعرضك لخطر التعرض للإصابات الرياضية الشائعة لا قدر الله، ولتجنبها أو تفادي حدوثها يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع، المحاضر والمدرب الدولي سلطان راشد العتبي، ليطلع لنا على الطرق والخطوات السليمة في التمارين الرياضية اليومية. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا مرحبا أستاذ، صباح نور سور. يا مرحب. كيف الحال أستاذ؟ خير ونعم الله يعافيك. دائما ما نحن يعني الجميع يعني ينصح بالتمارين الرياضية واتباع نمط حياة صحي، يتوجه الناس للحفاظ على صحتهم من خلال الالتزام بالتمارين الرياضية، ولكن في بعض الأحيان قد يمارس البعض تمارين رياضية بدون مثلا خبير معاهم أو مدرب معين يعني، فتحدث بعض الإصابات لا قدر الله. فما هي أكثر الإصابات التي تحدث الذين يمارسون الرياضة بشكل غير سليم؟ سؤال جميل، ولكن الرياضة ما وجدت للإصابة أو للخطورة. صحيح. الرياضة دائما وجدت للصحة، لتقوية العضلات، لبناء العضلات، ولا توجد رياضة على مستوى العالم ممكن أن تسبب خطورة. صحيح. هذا أولا. ثانيا، لتجنب الإصابات عندنا بعض الأمور يجب أن يتبعها كل لاعب وكل رياضي. نعم. في أساسيات في كل رياضة. أولا التغذية. فإذا بدينا في التغذية البعض بيستغرب، أنت حين تتكلم عن إصابات وشو علاقة التغذية في الموضوع؟ صحيح. أكثر الإصابات بسبب نقص عندك في بعض المغذيات. من فيتامينات، من معادن، من مغذيات كبرى صغرى أيا كانت. فإذا الشخص رياضي اللي ماله برنامج غذائي رياضي معرض للإصابات. نعم. هذا واحد. اثنين، هناك ما يسمى بحلقات التدريب. حلقات التدريب نقصد فيها الإحماء. بعدها يجي التمدد، ما يسمى بالاسترتشات. مراحل يعني. مراحل. بعدها يجي التمرين المقصود فيه. أو المعني. نعم. فلا بد من اتباعها. ثالثا، التدريب والمدرب. التدريب أنت تتبع الطريقة الصحيحة في تدريبك. هناك علم يسمى بعلم التشريح العضلي. نعم. إذا أنت تأدي تمرين لعضلة معينة على سبيل المثال رجل، فلا بد أن تعرف تشريح العضلة للرجل هاي حتى تمشي مع الطريقة الصحيحة في انقباض وانبساط العضلة. صحيح. اثنين، دور المدرب. اليوم المدرب مش مجرد شخص يجي ويقول لك العب كذا العب كذا درب كذا، لا، لابد ان يكون له خلفيه علميه، مطلع، صاحب علم، يعرف كيف يوجهك بالطريقه الصحيحه. فاذا اتبعت التغذيه الصحيحه ومراحل التدريب وحلقات التدريب ما تسمى، وايضا التدريب والمدرب، فالاصابه هني تكون نسبتها ضئيله جدا. نعم. لذلك يمكن نسألك كمختص ويعني مدرب في هذا المجال، نوضح للسادة المشاهدين لماذا، لأن البعض قد يعني يتابع بعض الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى البرامج والتطبيقات التي يعني تحفز على التمارين الرياضية، لكن عند التطبيق العملي لمثل هذه التمارين ما يتم تطبيقها بالطريقة الصحيحة، لذلك يمكن يتعرض لمثل هذه الإصابات. هنا ربما نتحدث عن أهمية استقاء المعلومة من الشخص المؤهل، ومثل ما ذكرت المدرب أنه يكون حاضر خصوصا للمبتدئين. صحيح. فنحن لما الحين مثلا نوضح للسادة المشاهدين كمبتدئين ما هي الأمور التي في البداية انما نقول انه يخطو خطوات كبيره وقفزات كبيره انه يضاهي المتمرسين، لكن هو كمبتدئ يعني لديه تمارين بسيطه على قد نحن نقول. صح صح صحيح. فنوضح هذه النقطه للساده. صحيح. المشاهدين، انت ذكرتي نقطه مهمه استاذه، فيه موضوع التواصل الاجتماعي. انا اليوم كشخص او بعض الاشخاص اذا فكر يدخل التدريب يبحث في اليوتيوب على سبيل المثال. صحيح. فيديو لتدريب عضله الرجل، فيديو تدريب عضلة الصدر، ويقلد هذا الشخص في التدريب. الشخص هذا إما ما يطلع عن اثنين، إما أن يكون يعني يعذروني، إما أن يكون يمثل
بطريقه حتى يخرج بطريقه جميله، واما ان يكون مستواه متقدم عنك، مستواه مختلف، صحيح. هذا الشخص متقدم، انت ما تقارن نفسك به. او ان ليس كل ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي نطبقه او نصدقه يعني. صحيح صحيح. فانت نعم. لكل شخص تدريب معين، لكل شخص اسلوب معين، الشخص هذا جيناته تلعب دور، قوته تلعب دور، سنه يلعب دور، امراض اللي فيه، كل هاي الامور لازم ياخذها بالحسبان. فاما انت تقلد شخص بحجه انه شفته شخص شكله جميل، جسم جميل، او اخت او شخص او وحده قلدت شخص احدى الاخوات اللي في اليوتيوب بحجه انها والله جسمها وصل لهذا، متابعين اكثر، هذا احنا مشكلتنا في الرياضه حاليا يعني. نعم استاذ، اليوم نوجه للساده المشاهدين كم اللي حاب انه يبدا ويفتح صفحه جديده، بما ان نحن مقبلين ان شاء الله على سنه جديده وهناك توضع اهداف جديده، فكخطوه اولى ربما نتحدث في البدايه عن اللياقه، تاهيل الجسم لاستقبال هذه التمارين الرياضيه، يعني الشخص اللي متعود على نمط حياه مريح مثلا طول الوقت يعني ما يبذل هذا المجهود، لا توجد لديه هذه اللياقه يعني حتى يستطيع تحمل بعض التمارين الرياضية، كخطوة أولى كيف يؤهل الجسم حتى يستطيع أن يكون لديه اللياقة والمرونة والقدرة كذلك على إتمام التمارين الرياضية؟ هو أولا حسب الرياضة اللي أنت بتدخل عليها، نعم. أو بتمارسها، تمارين مثلا تمارين المقاومة في الجيم تختلف عن تمارين تدريبات الهوائية. أنا نعم. شخص أبا أرفع لياقتي، أرفع لياقتي معناته أرفع معدل التنفس عندي، أرفع قوة القلب عندي. شخص في الجيم هدفه بناء الأجسام، شغل الشاغل أنه يبني جسمه، فأنت تأهل وتهيئ الشخص حسب هدفه، حسب هدفه، حسب رياضته، لأن اللياقة تدخل فيها عديد من العناصر، المرونة مثل ما ذكرتي، التنفس، القوة، التحمل، هاي كلها أمور تدخل في تحت مظلة اللياقة. اللياقة ليست بس فقط أن أنا أجري أو كذا، لا، اللياقة فيها أمور كثيرة، فأنت تصنف الرياضة حسب هدف اللاعب لموك. نعم، ولكن كخطوة أولى هناك ما يسمى بالإحماء. نعم. ما هي الطريقة الصحيحة لإحماء الجسم بمعنى استعداد الجسم للتمارين الرياضية؟ أولا احنا لازم نعرف الإحماء. احنا نسمع انه يقول لك شخص تدخل الجيم او التدريب او النادي يقول لك سخن. صحيح. هذا المتداول. شو سخن؟ سخن معناته ماخوذة من حرارة، رفع حرارة. صحيح. والإحماء أيضا ماخوذة من نفس المعنى. فشو يحدث في الجسم؟ وفعلا رفع حرارة الجسم. فأنت عندما ترفع حرارة الجسم تحدث هناك تغييرات كيميائية في الجسم. يبدأ القلب يضخ 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 شو؟ يضخ دم. صحيح. تبدأ الشرايين توسع. يبدأ الدم هاي يوصل للعضلات والمفاصل. شو محمل الدم؟ محمل بالتغذية، بالغذاء اللي ناكله. بالأكسجين. محمل بالأكسجين. فكل هاي الأمور تحدث أثناء الإحماء. فالبعض يهملها. يهملها بحجة أنه وصل لمستوى متقدم ما يحتاج لها الأمور. ما خطورة أهمال الإحماء؟ الإحماء أكبر خطر لإصابة. أكبر خطر أنك تعرض نفسك لإصابة. كل شيء في الدنيا لازم تهيئه. صحيح. يسمى لازم تدخل في التكيف قبل ما تدخل. تهيئ الجهاز العصبي، تهيئ الجهاز العضلي، تهيئ الجهاز العظمي، كل هذه الأجهزة الثلاثة تسمى بالجهاز الحركي، هذه كلها مرتبطة مع بعض، فلازم تهيئها قبل ما تدخل في التمرين. ولا يقل أهمية الإحماء اليوم، ما يقل أهمية عن التمرين. صحيح. فلا بد من الإحماء، بعدها التمدد، بعدها التمرين. لذلك ربما نسمع بعض الإصابات مثل التمزق العضلي. صحيح. أو تمزق بعض الأوتار أو الأربطة، حدوث مثلا إذا كانت حركة غير سليمة حتى قد تسبب لا قدر الله انزلاقات غضروفية. صحيح. أو فقرات وما إلى ذلك. حدثنا عن يعني كنوع من التوعية لأهمية مثل هذه الخطوة، خطوة الإحماء والتسخين مثل ما نسميها، لتفادي حدوث مثل هذه الإصابات. حدثنا عن بعض الإصابات التي قد تحدث لا قدر الله. احنا الإحماء مثل ما ذكرنا، الإحماء يهيئ الجسم بشكل كامل. هناك ما يأتي بعد الإحماء هو التمدد. التمدد يختص في المفاصل، الأربطة هاي والأوتار، لابد من تهيئها انت. انت مثل نمثلها مثل الباب القديم. الباب القديم وتفتحه بطريقة يحدث مثل صوت ويكون خشن. صحيح. فلابد من تحركه أكثر مرة، تحط له مثل الأويل، تحط شيء، بعض الأمور هاي تشحيح حتى يعني تتم
وتم تفتحها وتسكر. نفس الفكرة هاي حطها في بالك قبل ما تدخل التدريب. أنت اليوم أربطاتك ومفاصلك هاي موجودة، ما يستوي تدخل على طول في بشكل مفاجئ، بشكل مفاجئ في التدريب. لابد من تهيئته، أول شيء تهيئة الجسم كامل، بعد ذلك تهيئ الأربطة والمفاصل. فأنت بدخولك للتدريب هذا بشكل مفاجئ معرض لإصابة أي وقت. نشوف إحنا في الفيديوهات، نشوف في أمور ناس متقدمين، ناس محترفين، أهمل في موضوع الإحماء والتمدد، انحرم عن الرياضة طوال حياتك. صحيح. فأنت لا تخاطر، خليك 10 دقائق 5 دقائق لهالأمور. نعم. حددنا عن هذه النقطة أستاذ، يعني ذكرت 5 دقائق أو 10 دقائق هي المتوسط لعملية الاستطالة والتسخين. ما هي بعض التمارين البسيطة التي قد يعتمدها المشاهد اليوم لأي تمرين رياضي؟ نعم. البعض يعاني مثلا في البيت كما ذكرتي، سؤال جميل، يبقى يعمل إحماء. فأكثر الناس من رابطين الإحماء بالمشي، أمشي أو كذا. هناك كثير من الأمور، أي شيء يرفع من حرارة جسمك اعمله، قفز لمدة 20 ثانية، البوشب، جري سريع في نفس المكان، جري سريع في نفس المكان، كثير من الحركات، سكوات تعمله في البيت، في أي شيء. رفع معدل نبضات حرارة القلب. أيوة، رفع حرارة الجسم، رفع نبضات القلب. بعد ذلك أنت دام أنت فهمت الإحماء بتفهم التمرين. ما تكون تقلد اي شيء. يعني اليوم ما احنا مشكلتنا احنا التقليد. مثل ما قلت لك الحما شو شاف لك تمارين قلدها. انت افهم وطبق بعد ذلك، احسب تكون مرن، ما تكون مرتبط في شيء معين في البيت. صحيح. لذلك يمكن نحن نوضح للساده المشاهدين هذه الامور، ان بامكانهم عمل تمارين بسيطه، نوضحها مثل ما ذكرت بعض هذه التمارين البسيطة في المنزل حتى يعني للإحماء قبل التمارين الرياضية. صحيح. ولكن بعدها تأتي الاستطالة. الاستطالة، نعم. الاستطالة هل هي قبل التمرين أم بعد التمرين؟ الاستطالة عندنا نوعين، يسمى الاستطالة الثابتة والاستطالة أو التمدد المتحرك. التمدد الثابت يأتي بعد التمرين، أما التمدد المتحرك وهو ليقتصر على 5 ثواني فقط يكون قبل التمرين. شو هو المتمدد المتحرك؟ بأنك من اسمه متحرك، أنك تأدي التمرين وأنت في حركة مستمرة. يعني المد اليد، إحنا ما أعطي مثال على سبيل المثال، أنا مديت يدي بهذه الطريقة لمدة 10 ثواني. أوكي، مديت يدي نفس الطريقة، 1 2 3 1 2 3، اختلفت الأمور. العشر ثواني هاي يأتي بعد التمرين لعملية، تدخل في عملية الاستشفاء، جزء من الاستشفاء. صحيح. أما المتحرك، الحين أثبت العلماء وأثبت الدراسات أن المتحرك يأتي قبل التمرين. حتى إحنا نشوف اليوم لاعبين كرة القدم، في السابق نشوفهم يمدون استرتشات مثابتين، الحين لو تلاحظينهم، إحنا دائما في كأس العالم أشوفينهم في حركة. في حركة، نعم. قفز. كذا ما يوقف. بس لو ترجعين لعشرين سنة قبل أو 10 سنوات قبل تشوفينهم ثابتين. فأصبح التمدد هذه الأمور مع مرور الوقت، المتحرك قبل التمرين والتمرين والمتمدد الثابت يكون بعد التمرين. تمارين الاستطالة أستاذ هي تقي من الشد العضلي والآلام العضلية بعد التمارين الرياضية، فهي مفيدة لعملية استشفاء العضلات كذلك. ولكن هناك جزء مهم كذلك، ذكرت بأن المكملات الغذائية ونوعية الغذاء والحمية التي يتبعها كذلك الشخص لها دور مهم كذلك في عملية الاستشفاء العضلي، في القدرة على أداء التمارين الرياضية بوتيرة عالية. حدثنا عن هذا الميزان ما بين التغذية والرياضة. أولا التغذية وتكلمنا عنها، بعد ذلك تأتي المكملات، وهذا شغل الشباب الشاغل اليوم. مجرد ما يدخل في رياضة يسألك أول سؤال، شو أخذ من المكملات؟ صحيح. أول سؤال يسألك اللاعب يوم يجيك الحين، شو أخذ مكملات؟ تشوف الدش محلات وخذ لك كيسة بمبلغ وقدره. صحيح. بحجة أن هذا هو اللي بيطوره. المكملات في النهاية منتجات من مصادر تغذية، تختلف التراكيز، هي مواد خام، ممكن تكون بودرة، ممكن تكون حبوب، ممكن تكون تكمل النقص.
اللي ما أخذته في التغذية. إذن هنا تكميلية وليست أساسية. نعم، هنا سؤال خطر على بالي أستاذ، يعني قبل ما يتوجه الشخص لأخذ هذه المكملات الغذائية يجب أن يقوم بفحص تحليل طبي حتى يقيس أين يكمن النقص ويستطيع إكماله، وأن لا يكون المكملات ما تكون عشوائية يعني. صحيح، المكملات ممكن احنا نفرعها أو نجزئها. مكملات ترتبط بالصحة. اللي ترتبط بالصحة لابد من الدكتور، ليس المدرب اللي يحدد لك. نعم، الدكتور هو اللي يحدد لك بإجراء الفحوصات. في مكملات ترتبط بالرياضة، على سبيل المثال ممكن احنا نشوف لاعبين الدراجات الهوائية اليوم بعد ما يمشي فترة يسحب شيء مثل الجل. صحيح، ويرميه، يمد بالطاقة. ها طاقة، الطاقة هي بعد عبارة عن كربوهيدرات. كربوهيدرات ممكن تاخذ في الغذاء، ولكن هذا مكمل لك انت تبع حين كربوهيدرات سريع الامتصاص، سريع. فهاي من المكملات. نعم، فهاي مرتبطه بالرياضه. في مكملات مرتبطه بالسن، مع تقدم السن لابد من اخذ بعض المكملات. على سبيل المثال احنا دائما نتكلم عن الاصابات نذكر الكولاجين. مكمل الكولاجين موجود ومعروف ومشهور. صحيح، هذا المكمل عباره عن سلسله بروتينيه ينتجها الجسم بشكل طبيعي، ولكن مع تقدم السن يبدأ يقل. فأنت بعد 30 بعد 40 ينصح بأخذ هذا المكمل لسد هذا حماية النقص. الغضاريف والمفاصل، حماية التغذية للبشرة للجلد الغضاريف المفاصل مع تقدم السن. نعم، فهي المكملات تختلف باختلاف الجسم، الشخص، الدور، الهدف، الرياضة، كل هذه الأمور. جميل. نعم، أستاذ إذا بتنصح نصيحة مهمة في عجالة ماذا تقول للسادة المشاهدين؟ إحنا نقول اربط الصحة دائما بالجسم. الصحة بدون جسم مش في الطريق صحيح، جسم صحيح مع الصحة أنت في الطريق صحيح. هاي لابد من تأخذها في الحسبان. صحتك شكل جسمك هاي تربطهم مع بعض، لا تفصلهم. يجب الموازنة ما بين الصحة. نعم، لا تفصلهم عن بعض، لا تفصل الصحة عن الجسم. وهذا باتباعك خطوات كثيرة، التغذية مثل ما ذكرنا، الأمور الكثيرة اللي ذكرناها إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله السادة المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات، نتمنى لهم دائما الصحة تكون في المقام الأول وتكون أهدافهم مع صحتهم بإذن الله. نعم، للتعافي. سعدنا بالحديث معك اليوم، شاكرين حضورك ومشاركتنا هذه المعلومات. كل الشكر للمحاضر ومدرب الدولي سلطان راشد العتبي، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا حسن.